المنتخب اللبناني كان عم يتعادل مع المنتخب البرازيلي بنتيجه 2-2. ادي ميلسون كان افتتح التسجيل للبرازيل. محمد غطار بهالهدف الرائع اللي عم تشوفوه عم بيكون تلاعب بالدفاع البرازيلي، تلاعب بادرسون وسجل هدف التعادل. حسن معتوق من كره ثابته كان عم يتلقى الكره من عباس عطوي بالدقيقه 53 تحديدا، وعم يضيف الهدف الثاني يلي رح نشوفه امامنا. عباس عطوي ايضا يلي لعب الكره الى داخل منطقه الجزاء، ومعتوق بتسديده رائعه مرت من بين قدمي رافينيا والى الشباك البرازيليه قبل ما يخدرنا طبعا فينيسيوس اراوجو بهدف عليه.